السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في محاضرة جديدة من كورس الماشين ليرنينج. آخر مرة كنا اتكلمنا في الار او سي والاي او سي، النهاردة هنطبق مثال عملي عليه بالبايثون. هنشتغل على الكيرنل دي، هحطها لكم تحت في الديسكريبشن ان شاء الله. الداتا اللي معانا هي الداتا بتاعة الدايابيتس، الناس اللي هم مرضى السكر. هنا الراجل ده اول حاجة جاب نمباي وجاب بانداز وجاب مات بروتليب، بعد كده قرا الداتا بتاعته وجاب عمل هيد لاول 10 صفوف من الداتا اللي هي الداتا دي. كل ديت هي الفيتشرز عن مجموعه من الاشخاص، وفي الاخر الاوت بوت بتاعي اللي هو الاوت كام، يا اما واحد الراجل ده عنده سكر يا اما زيرو الراجل ده ما عندوش سكر. يعني انا كده عندي باينري كلاسيفيكيشن. طيب بعد كده قسم الداتا بتاعته الاكس هي كل الصفوف ما عدا الكولوم الاخير، والواي كل الصفوف الكولوم الاخير اللي هو سالب واحد، يعني نبدا من الاخر، ابدا لي من هنا كده اللي هو الاوت كام. طيب بعد كده هيعمل ترين تيست سبريت، هيقسم الداتا بتاعته الاكس ترين واكس تيست واي ترين واي تيست، هيعمل التيست سايز 20%. الحاجات اللي احنا شرحناها قبل كده انا هعدي عليها سريعا عشان الكلام ما يبدوش ممل يعني، والحاجات الجديده هنركز عليها. وعمل الراندوم ستيت ب4. طيب هو كده قسم الداتا، بعد كده هيعمل فيتشر سكيلنج. ليه هيعمل فيتشر سكيلنج؟ لان هنا عندنا لو انت بصيت على الداتا هتلاقي ان الكولوم ده اللي هو الدايابيتس بي ديجري فانكشن، هتلاقي ان الارقام فيه صغيره جدا، بينما هنا في مثلا في البلاد بريشر، في البلاد بريشر هتلاقي ان الارقام كبيره، وهنا هنا برضو هتلاقي ان الارقام كبيره. يعني فاحنا هنا بنعمل سكيلر عشان نخلي الارقام كلها تتراوح في رينج معين، يعني مثلا نخليها من سالب واحد لواحد، من صفر لواحد وهكذا. واحنا عارفين ان احنا لما شرحنا الستاندرد سكيلر قبل كده ان احنا ازاي نعمل نورماليزيشن للداتا بتاعتنا، نخليها تطرح في رينج معين، كان عندنا كذا حاجه، كان عندنا الستاندرد سكيلر، كان عندنا برضو المين والماكس سكيلر، كان عندنا النورمالايزر، كان عندنا الروبوست سكيلر. هو هنا استخدم الستاندرد سكيلر دي الاكثر انتشارا، وخد منها اوبجكت، وبعد كده عمل في ترانسفورم. احنا عارفين طالما تعمل ستاندرد سكيلر بتعمل على الاكس بس، مالناش دعوه بالواي، الكولوم الاخير ده مالناش دعوه بيه، احنا بنعمل على الاكس ترين والاكس تيست. فهو هنا اهو عمل على الاكس ترين، حول عمل في ترانسفورم وخزنها هنا، عمل اوفر رايد برضو هنا في الاكس ترين، والاكس تيست برضو هيعمل لها اوفر رايد بعد ما يحول الداتا اللي هي الاكس تيست، يعمل لها اوفر رايد وخزنها هنا. طيب كده خلاص عمل سكيلنج للداتا. بعد كده هيستخدم تو مودلز او تو الجوريزمز عشان يستخدم الار او سي ويبدا يقارن يشوف ايه احسن حاجه فيهم. هو هنا احنا عارفين ان الار او سي والاي او سي بتستخدم مع الكلاسيفيكيشن فقط، تمام؟ فهنا جاب السبورت فيكتور كلاسيفاير وجاب اللوجيستيك ريجريشن اللي هو الكلاسيفيكيشن العادي. سبورت فيكتور ماشين جابها هو سكيلنج دوت اس في ام امبورت اس في سي اللي هي سبورت فيكتور كلاسيفاير، خد منها اوبجكت اهو، وهيقول لك الاس في سي بتاخد شويه بارامتر، وحط حط الاثنين بس، الكيرنل هيحطه ار بي اف والراندوم ستيت هيحط 4. احنا شرحنا الكلام ده قبل كده. طيب الموديل اس في سي هيعمل فيت، هيدرب الموديل بتاعه، هيديله الاكس ترين والواي ترين. هنا بقى اول حاجه جديده نعتبر هناخدها النهارده، هو هنا احنا عارفين ان احنا دايما لما بجيب الموديل بقوم عامل فيت وبعد كده بعمل بريدكت. لا، انت هنا بقى عشان تشوف الار او سي والاي او سي انت مش هتعمل بريدكت، انت هتستخدم فانكشن تانية اسمها ديسيشن فانكشن. حط في دماغك دايما الديسيشن فانكشن دي قاعده في دماغك اهي، بتستخدم دايما مع الار او سي والاي او سي، تمام؟ طيب يبقى الواي بريد اس في ام، القيمه المتوقعه للاس في ام هتقول موديل اس في سي ديسيشن فانكشن، وهتدي له الاكس تيست. احنا كنا بنعمل بريدكت للاكس تيست، لا احنا هنا هنقول ديسيشن فانكشن. ايه هي الديسيشن فانكشن؟ ديسيشن فانكشن بتعرفك قد ايه، بتعرفك المسافه ما بين النقطه. يعني لو انت عندك كلاسيفيكيشن ادي نقط موجبه هنا ونقط سالبه هنا، لما بتفصل ما بينهم بهايبر بلين اللاين اللي في النص ده، الديسيشن فانكشن بتعرفك بقى قد ايه المسافه ما بين النقطه وما بين اللاين، يعني بتعرفك المسافات، تمام؟ هنا الاكس تيست. طيب بعد كده اللوجيستيك ريجريشن هيعمل على نفس الكلام، عمل فيت للاكس ترين والواي ترين، بعد كده هيعمل ديسيشن فانكشن، هيعمل ديسيشن فانكشن للاكس تيست برضه. طيب كده خلاص هو درب الموديل وعمل ديسيشن فانكشن للاس في ام واللوجيستيك ريجريشن، هيجي بقى دور الار او سي والاي او سي. طيب ازاي بتجيب الار او سي والاي او سي؟ بتجيبها من الماتريسز. الماتريسز ديت دايما لو انت عايز تستخدم تعمل قياسات لاي الجوريزم في الماشين ليرنينج، انت كل حاجه موجوده فيها، هتقول سكيلين دوت ماتريسز الار او سي كيرف والاي او سي. طيب هتقول لوجيستيك، اول حاجه هنا الار او سي
بتاخد ايه الار او سي كيرف، بتاخد ايه، بتاخد الواي تيست اللي هي القيم الحقيقيه والقيم المتوقعه من اللوجيستيك ريجريشن اللي هي الواي بريد، الواي بريد سوري الواي بريد لوجيستيك اللي هي دي، تمام، الواي بريد لوجيستيك تمام. الار او سي بترجع ايه، تعال انا اقول لك بترجع ايه، تعال نجيب هنا مثلا الكيرنل ديت، انا يعني هي انا ناقلها فين، ال اهو هنا اهو يا جماعه الديسيشن فانكشن خلاص. هنا نشوف الار او سي، الار او سي نشوفها بترجع ايه. طيب نيجي هنا كده في النص نعمل شيفت تاب 3 مرات، هنا بيقول لك ان الار او سي بتاخد الواي ترو اللي هي الواي تيست، الواي تيست اهي دي نفس الكيرنل بس انا ناقلها عندي، بتاخد الواي ترو اللي هي الواي تيست، وبتاخد بتاخد الواي سكور اللي هي البروبابيلتي اللي هي بتاعه الديسيشن فانكشن. حتى لو انت نزلت كده الواي سكور اهو بيقول لك تارجت سكورز كان ايذر بي بروبابيلتي استيميتورز اوف ذا بوزيتيف كلاسز كونفيدنس فاليوز اور نون ثريشولد ميشر اوف ديسيشنز. يعني بتاخد القيمه اللي هي بتاعه البروبابيلتي استيميتورز اللي هي جايه من الديسيشن فانكشن تمام، وبترجع ايه، تعال نشوف بتريترن ايه. بص بتريترن ايه، بتريترن الاف بي ار اللي هو الفولس بوزيتيف ريت، والتي بي ار اللي هو ترو بوزيتيف ريت، والثريشولد بترجع الثلاثه دول. فاحنا هنجيب الثلاثه دول كده ونكتبهم هنا ده، بس هو هنا الراجل عملها، نرجع بقى في الكيرنل خلينا هنا خلاص، هو هنا عملها كتب لوجيستيك اف في ار عشان يعني تكون ريدابل مفهومه ان دوت للوجيستيك، ولوجيستيك تي بي ار، وكتب الثريش هولد تمام، واداها الواي تيست والواي بريدكت. وبعد كده هو كده عمل الار او سي، فاضل الاي يو سي. الاي يو سي بتاخد الايه، بتاخد اف في ار والتي بي ار. احنا عارفين يعني ايه الاف في ار ويعني والتي بي ار والثريش هولد، شرحناه بالتفصيل المحاضره اللي فاتت في الماثماتكس بتاع الكلام ده. الاي يو سي تاخد اف في ار والتي بي ار وتخزن هنا في الاي يو سي، يبقى هنا الاي يو سي دي هي اللي هتحسب لي الاي يو سي اللي هي الاريا اندر كيرف، هي اللي هتحسب لي المساحه تحت الكيرف. يعني لما اجي هرسم عشان احسب الاي يو سي تحت الكيرف هستخدم الفاريبل ده. طيب بعد كده هنعمل نفس الكلام اللي عملناه في اللوجيستيك، هنا هنعمله على الاس في ام اللي هو الموديل الثاني، هيبقى اس في ام. بتاخد بترجع الاف في ار للاس في ام والتي بي ار والثريش هولد، وبرده بتاخد الروك بياخد الواي تيست والواي بريدكت اس في ام، الواي بريدكت اس في ام اللي هي دي تمام. بعد كده خلاص هنا عملنا للاس في ام الاي يو سي، الاي سي بتاخد الايه الاف في ار والتي بي ار بس للمره دي اللي هم الاثنين دول بتوع الاس في ام. بعد كده هيرسم عادي بقى، هيعمل فيجر سايز 5 في 5 دي بي اي ب 100. الدي بي اي دي حاجه ليها علاقه في الرسم يعني عشان افهمك، تعالى مثلا نعملها 10 عشان نعرف دي بتدل على ايه. بص الرسمه راحت فين، مش باينه خالص، فهنرجعها تاني زي ما كانت. بعد كده هيعمل بلوت، هيرسم الاثنين بقى، هيرسم الاس في ام وهيرسم اللوجيستيك ريجريشن ونشوف الاريا اندر كيرف. طيب هيعمل بلوت للاس في ام اللي هي الاف في ار والتي بي ار، اللاين ستايل يعني كل دي بقى تفاصيل بالرسم، اللاين ستايل هيبقى سوليد، والليبل هيبقى اس في ام اي يو سي علامه برسنتج 0 علامه بوينت 3 اف. يعني هنا هيخزن رقم فلوت، وهنا هيخزن ايه الاي يو سي اس في ام، الاي يو سي الاس في ام اللي هي دي، دي بتعمل ايه، بتحسب الاريا اندر كيرف. فالمساحه اللي هتتحسب تحت الكيرف هتيجي تتخزن هنا كرقم فلوت، وهيجيب لي ثلاث ارقام بعد العلامه اللي هي دي يا جماعه اللي هي دي اهو، الاي يو سي هتساوي 0.837 ثلاث ارقام بعد العلامه تمام. وهنا برضو نفس الكلام، اللوجيستيك ريجريشن هياخد اللوجيستيك اف في ار واللوجيستيك تي بي ار اللي هم دول الاف في ار اهو والتي بي ار اللي هي دي، وبعد كده هيعمل ماركر بوينت والليبل لوجيستيك اي يو سي، ونفس الكلام هيخزن وهيجيب ثلاث ارقام بعد العلامه، وقال لك ان الاكس ليبل هو الفولس بوزيتيف ريت، والواي ليبل هو الترو بوزيتيف ريت، والليجند اللي هو الصندوق ده كده عشان تعمل الصندوق ده وتكتب فيه التفاصيل اللي موجوده عندك. وبعد كده عمل شو، وهي ديت الرسمه بتاعتنا. الخط الاورنج ده هو بيمثل اللوجيستيك ريجريشن، والازرق هو بيمثل الاس في ام تمام. فهنا تفهم ايه من تعالى بقى اهم جزء، ان احنا نحلل الرسمه بتاعتنا عشان نطلع الثريش هولد اللي احنا شرحناه المره اللي فاتت. لو انت بصيت هنا هتلاقي اولا ان الاي يو سي اللي هي المساحه تحت الكيرف هي اكبر، يعني احنا عارفين ان كل ما الاي يو سي المساحه تحت الكيرف بتزيد فدوت هيكون افضل بالنسبه لي تمام. فهنا اللوجيستيك ريجريشن واضح ان هو السكور بتاعه الموديل دوت احسن من الاس في ام تمام. ادي اول حاجه. تاني حاجه
انا قلت لك المره اللي فاتت احنا عندنا هنا بيكون التي بي ار على الاكس، وهنا الاف بي الاف بي ار على سوري التي بي ار بيبقى على الواي، والاف بي ار بيبقى على الاكس. واحنا عارفين ان احنا دايما بنحاول ندور على اعلى قيمه للتي بي ار اللي هي ترو بوزيتيف، لان دي حاجه انا عايز ايجابيه، يعني انا عايز الموديل يتوقعها لي بشكل عالي، والاف بي ار انا بحاول اقللها على قد ما اقدر لان دي حاجه سلبيه. فانت لما تيجي هنا تدور على الثريش هولد زي ما شرحنا بالتفصيل المره اللي فاتت، فانا ممكن مثلا ناخد النقطه دي، شايف الماوس فين؟ النقطه ديت بتاع خط الاورجن الاورنج بتاع اللوجيستيك ريجريشن. هنا مثلا اعلى حاجه للاف بي للترو بوزيتيف اللي هي ترو بوزيتيف ريت، وبرده قليله برده بالنسبه للفولس بوزيتيف ريت. يعني ايه؟ يعني هنا لو انت الترو بوزيتيف مهمه جدا بالنسبه لك في الشغل بتاعك في الموديل بتاعك، عايز تعليلها تخليها عاليه وعايز تقلل الفولس بوزيتيف، فانت هتاخد دي الثريش هولد بتاعتك. واحنا عارفين ان طالما الاريا اندر كيرف الاريا اندر كيرف كبيره جدا، كل ما تعرف ان الموديل بتاعك كويس جدا. فهي ديت فكره الثريش هولد وفكره الار او سي والاي او سي من ناحيه الرسم بتاعها. الكود دوت ان شاء الله هحط لكم تحت زي ما قلت، واشوف حضراتكم على خير في محاضره جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.